هي الإرادة الدولية هي الإرادة الأمريكية. الإرادة الأمريكية الآن عندها مخطط جديد، حست بأخطائها، حست بما ارتكبته في أفغانستان من خسائر كبيرة، يعني تريليون دولار حسب اعتراف بايدن نفسه، وآلاف الجنود القتلى في أفغانستان. ماذا أعطاهم؟ لم يعطى أي نتيجة، وهم بذلك انشغلوا بالشرق الأوسط قاطبة، ليس فقط في أفغانستان بل الشرق الأوسط. يعني ولهذا تركوا العدو الأساسي، المنافس الأساسي لهم، وهو الصين وروسيا، ينتشرون في آسيا الوسطى وفي أفريقيا وحتى في أوروبا، وكانوا مشغولين في أفغانستان وبشؤون الشرق الأوسط. ولذلك حسوا الآن بأخطائهم وانتبهوا، ولذلك يريدون أن يسحبوا جميع قواتهم في الشرق الأوسط ويتركوا أمور الشرق الأوسط إدارته إلى إسرائيل، وهم يتوجهون إلى منافسهم وعدوهم الحقيقي اللي هم روسيا والصين. طيب.